من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي إذاعة صدى اف ام وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك في هذا النصف الثاني من لقاء اليوم ضمن منافسات دور 16 الدور الثاني ثم النهائي من كأس الجمهورية العربية السورية لكرة القدم الذي يجمع على أرضية ملعب الجلاء هنا في العاصمة دمشق بين حلب الأهلي الاتحاد وإعصار حماة الطليعة. كنا تركنا الشوط الأول ينتهي على إيقاع البداية 0-0. إذن تشكيلة الاتحاد التي يبدأ بها الكابتن محمد عقيل الشوط الثاني لم تشهد أي تغيير عن الشوط الأول. لا تعدوى. إذن ماذا يقول وإلى ماذا يشير الحكم الدولي وديع حسن؟ يشير إلى ضربة حرة بقدم الحارس الحاج عثمان خالد وإنذار بداعي ادعاء الفاول على اللاعب الأهلاوي أحمد الأحمد عليش المهاجم من على الجهة اليسرى. كنت أقول أن تشكيلة الاتحاد لم تشهد تغييرا لا جديد يذكر ولا شيء سوى القديم الذي يعاد على الخيارات الفنية والهندسة التكتيكية للكابتن محمد عقيل. في حين تشكيلة الطليعة شهدت تغييرا بخروج عميد بصيلة ودخول عبد القادر غريب. يبدأ الشوط الثاني بحماس بدفع تغيير النتيجة وتغيير لوحة السكور وإدخال الهدف الأول إن كان من جانب الطليعة أو الاتحاد الكرة مع الكردي حمزة. طالت وعادت أهلوية بسهولة ضربة مرمى لخالد إبراهيم. التشكيلة الاتحادية ثابتة تغييرات بخيارات المدرب ياسر البني دخول الغريب وخزام وخروج عميد بصيلة. إذن تركنا بالتوازي مع هذه المباراة في نفس الوقت تقام مع هذه الأمامية الأهلوية. نتحدث تخرج إلى رمية التماس. كنا تركنا مباراة الجيش وتشرين تنتهي بتقدم الأول بشوطها الأول طبعا 1-0. الشرطة يضرب بقوة في مواجهة الحرية 4-0. الجهاد متأخر أمام مضيفه الفتوة 1-0. قلت الاستضافة حسابية بحتة. المباراة كلها في أرض محايدة. مباراة لا عودة فيها ولا رجوع فيها بالحسابات إلى الوراء اليوم في هذه المباراة وما يوازيها. الوحدة والمخرم نتيجتها لا تزال كالنتيجة الماثلة أمامنا سلبية. مورك يتعادل مع ضيفه مصفات بنياس بهدف لهدف. الكرة أمامنا أهلوية.
الأهلي مطالب بتقديم المزيد ومصالحة الجمهور كما ذكرت بعد أربع تعادلات متتالية على مستوى مسابقة دوري. تفقد الكرة هنا تسترجع طلعوية ممتازة جدا البينية بالكعب سقوط للاعب الطليعة مع إشارة إلى فاول في منتصف ميدان الأهلي بصفقة دولي وديع حسن. إذن الفائز من هذه المباراة سيلتقي في دورة الثمانية ربع النهائي مع الفائز من مباراة الساحل ونوعير في أرض الأول التي يتقدم فيها النوعير إلى حد الآن 1-0. محمد زينو أمام الكرة رقم 9 محمد زينو صاحب الخبرة والسنين والصنعة الطويلة ممتازة جدا ولكن جانبت القائم اليمين. ارتماء كانت من خالد إبراهيم باتجاه الكرة ولكن كرة محمد زينو لم تجد طريقها إلى الشباك. سلاح الكرات الثابتة يذكرنا به وتذكرنا به لقطة محمد زينو وهذا الفاول. ماذا كان في حسابات الشوط الثاني لو سجل؟ السؤال إذن جوابه بعيون وعقل محمد عقيل. الكرة على اليسار أهلوية ممتازة مع سرعة يلحق بالكرة ولكن طالت وضاعت وهربت ضربة مرمى بأقدام خالد حاج عثمان. نوهت إلى سلاح الكرة الثابتة من جانب الفريقين علي ينفذها من هنا محمد زينو من هناك. هل يأتي هذان اللاعبان بالجديد كل منهما لفريقه؟ هذه الطريقة تسهل الحسابات التكتيكية وتخرق ما هو مرسوم، تحقق في هذه المباراة ما هو منتظر منها، تسجيل الهدف الأول ومعانقة الشبكة التي لا تزال ثابتة من الجانبين لم تهتز. كرة أهلوية تسديدة ممتازة جدا فوق العارضة ممتازة كانت ولا أروع من سامر السالم. رأس الحربة رقم 93 فوق مرمى خالد حاج عثمان. المحاولة الجدية الأولى في هذا الشوط. قد تكثر التسديدات الأهلوية في ظل دفاع المنطقة التي يلعبه الطليعة بطريقة تكتيكية ممتازة، قل دفاع على الطريقة الإيطالية بتكتيكات الكابتن ياسر البني. ضغط أهلوية بداية هذا الشوط، استلام الكرة في منتصف ميدان عرقلة وفاول يشير إليه لصالح أحمد الأشقر أدولي وديع الحسن. كرة تلعب إذن مع الصعود الأهلوي باتجاه مرمى خالد حاج عثمان مرمى الطليعة الحموي لحصول على هدف الأسبقية قبل الدقيقة 60. دائما تكون هكذا الحسابات مع انطلاقة النصف الثاني من أي مباراة على مستوى العالم، دائما الفريق الذي يسجل هدفا قبل الدقيقة 60 وربع الساعة الأولى من الشوط الثاني يحصل على أريحية تكتيكية وذهنية وبدنية في باقي أطوار المباراة. لعبت بينية خاطئة، ارتداد كونتر اتاك ممتاز جدا كان للطليعة لو اكتمل، ولكن التمركز والانتشار الأهلاوي يستمر على وقع الشوط الأول. كان الأهلي ينتشر لعبه بالطول وبالعرض، يتمركزون يقطعون البينيات الطلعوية، الطليعة يفتقد للأسيست أكثر ما يفتقد لللمسة الأخيرة التي يبحث عنها الاتحاد. كرة في منطقة الجزاء مع الإشارة إلى راية وصفارة وتسلل بصفرة وديع الحسن الدولي. كان تسلل على عبد الناصر حسن محور الدفاع الأهلاوي المتألق هذه الأيام، صاحب آخر هدفين هذا الموسم للاتحاد الحلبي في مرمى الكرامة والوحدة الكرامة في المباراة الماضية في الجولة 23 من الدوري في ملعب خالد بن الوليد وفي ملعب 7 من نيسان. هز شباك الوحدة وشباك طه موسى بهدف سيخلد في الذاكرة. يا عبد الناصر يا حسن دبل كيك كان ولا أروع ضمن منافسات الجولة 22 من دورينا لهذه السنة. إذن وصل الفريقان إلى هذا الدور بعد أن تخطى فريق الطليعة عفرين الحلبي بثلاثية نظيفة والاتحاد اكتسح فريق الشيخ بدر بثمانية أهداف دون مقابل. الدور الأول من هذه البطولة هو الدور الماضي دور 32 يشهد مشاركة لفرق من خارج دوري الأضواء، ومن هذا الدور وصاعدا تحتدم المنافسة حمية الوطيس. والكرة هنا من على اليمين مع محمد الريحانية رقم 66 يلعب الكرة مقوسة داخل منطقة الجزاء ممتازة جدا تحت رأسية سقوط داخل منطقة الجزاء المطالبة بركلة جزاء. يقول الحكم العب، يقول لا شيء فيها، يقول سليمة، يقول ملعوبة. ترتد للطليعة من هناك على اليمين بينيات
طلعوية كالعادة على الأرض طالت وجد طريقها إلى أحضان خالد إبراهيم. قلت دور الـ32 كان الدور السابق شهد المشاركة من فرق تصنف من الدرجة الثانية على مستوى سوريا. هذه البطولة التي يحاول فيها دائما كل فريق أن يكون الحصان الأسود، أتحدث خارج إطار الفرق الكبرى، الفرق المعتادة على المنصات، على الليالي الملاح، على البوديوم، على تقديم نفسها ممثلا لسوريا في أكثر من مناسبة على مستوى أكبر قارة في العالم. تستأنف من تماس أهلوية، تعود من جديد ما أكثر الكرات التي تخرج جانبية. زكريا حنان، زكريا حنان من هنالك على اليمين يحضن على الكرة، يغطيها المدافع الطلعوي بطريقة رائعة، تفتك من جديد. محمد ريحانية يدخل منطقة الجزاء، المهارة الفردية، يلعب الكرة بالعرض ولكن تفتك تسترجع. لا تزال اتحادية الضغط والزخم، الصعود نحو مرمى حاج عثمان، المرمى الحموي الذي آن له وفق ما يقول جمهور الاتحاد أن يهتز. كرة من هنالك على اليسار، استلام بدون رقابة، يفكر فيها، يقف على كرته، ممتاز جدا الدخول داخل منطقة جزاء، ضربة جزاء، بنالتي اتحادي، ضربة جزاء أهلوية، ضربة جزاء تأتي تقطع طريق ربما على ضربات الجزاء الترجيحية، حصلها بمهارة فردية، بروعة، بأنقى، بمهارة، بانسيابية، مرور عفواني من سامر السالم، ولا أروع يا أبو سمرة، يا سلام يا سلام يا سالم على الرقم 93. طبعا سامر السالم يحصل على بنالتي عند الدقيقة 10 من زمن هذا الشوط الثاني في الدقيقة 56 على مستوى المباراة، بصفرة وديع حسن، ترتفع معها أصوات الجماهير الأهلوية الحاضرة هنا في دمشق لمساندة كبير حلب الأهلي القلعة الحمراء. فرصة الكابتن محمد عقيل، يستفيدون من ضربة جزاء قد تسهل الأمور، قد تحقق ما لم يتحقق باللعب المباشر، باللعب بالكرة، بالتناوب الكرات الثابتة، قلت ولكن أتت على مستوى بنالتي، لم تكتب بفريكيك من عليش، لم تكتب بمثلها من محمد زينو. الآن ركلة جزاء قد تجد طريقها وهي الأقرب. الحدث الأبرز في مباراة اليوم، ضربة جزاء للأهلي عند الدقيقة 56، سامر السالم مجهود يذكر فيشكر، رائع ولا أروع، سامر السالم رأس الحربة، مطالب إذن بتقديم ما هو مأمول منه هذا المساء. كلنا نعلم عندما رأس الحربة لا يقدم ما هو مطلوب يترتب العبء على كامل الفريق، عندما لا يسجل ولا يصنع رأس الحربة الكل يحاول الهدف، تزداد الضغط البدني. إذن من على تنفيذ هذه الضربة؟ سامر السالم الذي تحصل عليها على طريقة الباسكت سينفذها ضد زميل الأمس خالد حاج عثمان. هل سيتوقعها؟ هل سيقفز لها صاحب الفانلة الأزرقاء؟ يغزل العارضة، يحدث العارضة، تصدي معي، كوني معي أيتها العارضة العاصمية. سامر السالم من أمام خالد حاج عثمان، سامر يتصدى خالد حاج عثمان، قلت لكم يتحدث مع العارضة بلغة الجول كيبر الأفضل، ولا أروع يا خالد بزمالة الأمس، وجمهور الأهلي يقول لا تنسى العشرة يا حاج عثمان. تخرج ركنية، فقد الأهلي الفرصة الأبرز للتقدم، كان التنفيذ بطريقة سهلة، لم يعطيها أقصى الزاوية سامر السالم، ضاعت يا سامر، ضاعت بعد أن جلبتها بنفسك، كانت قدرت بهدف أول. ركنية ممتازة جدا، ولكن لا تزال أهلوية والضغط والزخم بعد البنالتي، يستلمها من هنالك على اليمين، مهارة فردية والأروع، استخلاص من الدفاع الطلعاوي. الآن حديث المعنويات، الآن المباراة قد تنقلب رأسا على عقب، الآن ماذا عن الأذهان الحموية؟ الآن أبعد ضربة جزاء، لا تزال، لا تزال، لا نقول أبعدت، والكرة تصطدم بالدفاع الطلعاوي. حديث المعنويات الآن هو صاحب الصوت الأعلى على مستوى الطليعة، الأهلي يتمسك بفرصة ضربة الجزاء، يحاول أن لا يفوتها، يحاول أن تدخل بالقوة، بالقلب، بالدافع البدني والذهني والمعنوي والنفسي، والدفع باتجاه المرمى بكل الطرق. هذه لعبة كأس، لما كان اليوم للخسارة، جمهور الأهلي يقول بأعلى الصوت بالطول وبالعرض. الطليعة الآن أفضل على الصعيد المعنوي، ولكن مع لغة الأقدام
الحوار الفردي لا يزال والمهارة الفردية عند سامر السالم. كنت رأتك العاوي بالكعب ولا أروع ولكن لا تصل، تجد الأهلاوي متمركزا في وسط الميدان. فاول للطليعة. الآن يتوقف اللعب بعد بنالتي ضائعة للأهلي. الآن تختلف الحسابات، الآن للمباراة كلام آخر، الآن حديث المعنويات هو صاحب الصوت الأعلى خالد حاج عثمان. أنقذ ضربة الجزاء مع حصول زكريا حنان على كارت أصفر على خلفية الفاول الأخير. الله الله يا حاج عثمان، أبعدت كرة سامر السالم. سامر السالم من مرور ولا أروع حصل على ضربة الجزاء بطريقة على طريقة دي ماريا، على طريقة جاريس بيل، على طريقة أهل الفن والمهارة. سجل اسمه سامر سالم، جانبه الحظ والتوفيق. ضربة الجزاء قسم كبير منها يتعلق بالحظ والحضور الذهني. الآن التبديلات قد تكون مطلوبة من الكابتن محمد عقيل لضخ عناصر جديدة على اللاين أب والتشكيلة الكلية لفريق الاتحاد. قد يخرج سامر السالم بخيارات العقيل بعد تأثره المعنوي، إلا إذا أثبت السالم عكس ذلك. ولا أروع كرة طلعوية كادت تغالط خالد إبراهيم، بينية لم تكتمل. قلت الطليعة يفتقد للأسيست، الطليعة يفتقد للحظ ويفتقد أيضا للاندفاع. الطليعة لا يندفع باتجاه مرمى الاتحاد بما فيه الكفاية اللعب بالنار بين محور الدفاع وبين خالد إبراهيم. تعود الكرة للطليعة، يتفوق ذهنيا ولكن لغة الأهداف لا يسمع المشجعون غيرها، هي الوحيدة التي تحكى في المعشب داخل خطوط التماس. من هنالك تماس على الجهة اليمنى للطليعة، ينتظر أن يبادر أكثر. التغييرات التكتيكية لقبطان السفينة الطلعوية البني ياسر. إذن خروج السمان حسام ودخول عبد الهادي حنبظلي من إذن دكة البدلاء الطلعوية. هدف تقليص الفارق يأتي من فارس حلب الآخر الحرية العرباوي الأخضر، يقلص الفارق في مواجهة الشرطة الدمشقي 4-1 مع بداية هذا الشوط الثاني. انطلاقة ولا أروع على اليسار، يا ولدي عليش، ولا أروع عليش، مهارتك عليش، لياقتك عليش، بنية عليش. وصلت على اليمين هنا، تهيئة تسديدة تصطدم لا تجد الطريق إلى المرمى. مجهود ولا أروع من أحمد الأحمد، أحسنت يا ولد. مطالب بإعادة المعنويات لفريق الأهلي. سقوط على أرض الميدان يقول أكمل، يقول أدفانتج، يقول سليمة، يقول لازالت ملعوبة، يقول الكرة في ميدان المباراة. كرة من تسلل الآن بعد الأمامية الطويلة تعود إلى أقدام خالد حاج عثمان. إذن تسلل على سامر السالم صاحب البنالتي الذي حصل عليها بعد مجهود فردي في غاية الروعة وأهدرها بعد أن جفاه الحظ وجنبه التوفيق بالتكافل مع تألق خالد حاج عثمان. قفز إليها على يساره وضعها أرضية سامر السالم، لم تعانق الشبكة ولم تتهادى بين خشبات صاحب الفانيلا الزرقاء. إذن لمسة يد أمامنا على إبراهيم سوى صاحب الرقم 21 على من هنالك على الجناح الأهلاوي. تلعب من ضربة حرة على اليمين على يسار خالد إبراهيم داخل منطقة جزاء مرفوعة، متابعة بالرأس من المدافع الأهلاوي بكل حضور وروعة وثقة. تخرج إلى رمية تماس من هنالك من الجهة ذاتها، تعود داخل منطقة الجزاء، استلام وتسديدة يطير لها خالد إبراهيم ولكنها خارج المرمى وفوق العارضة. إذن اصطدمت، كانت بأحد المدافعين وخرجت إلى ضربة ركنية من هنالك على جهة اليمين الطلعوية على يسار الإبراهيم خالد. مرفوعة تبحث عن رأسية، تتهادى أمام المهاجم الطلعوي يتفاجأ فيها، لم يكن جاهزا.
تتخطاه، تعود تلعب عرضية داخل منطقة الجزاء، تخرج لا تجد من يضعها في شباك خالد إبراهيم. إذن الحرية يضيف الثاني، مباراة درامية. هنالك مباراة الشرطة والحرية، تقدم الشرطة في ربع الساعة الأول 3-0، أنهى الشوط الأول 4-0. في ربع الساعة الأول من الشوط الثاني الحرية يحقق نصف كمباك، هاف أوف ريمونتادا للحرية، 4-2 للشرطة. هل يعود الحرية في مباراة جنون الكبرى؟ هنا قطب حلب الأول والأكبر، أهلي حلب لا يزال يبحث عن الهدف الأول. من هنالك على اليسار ملعوبة باتجاه أحمد الأحمد عليش، عليش التعويل على مهارته الفردية إلى جانب حظوظه الكبرى على مستوى الركلات الثابتة. مطالب الأهلي باستمرار البحث عن الكرات الثابتة، يغلق الطليعة مناطقه، لا حل إلا واحد من اثنين. المهارة الفردية التي جاء بها سامر السالم أثمرت، ضربة جزاء ضعت على الأهلي. من هنالك على اليمين طلعوية، المباراة نشطت، المباراة أصبحت كرة بكرة، ضربة بضربة، ولا أروع فنك يا ولد، دخولك يا ولد، حضورك يا ولد، ولا أروع. ولكن طالت يخفق في استلامها، تعود الطلعوية تصطدم بالمدافع الأهلاوي، تخرج من رمية جانبية. أصبحت المباراة تنبض بقلوب الفريقين، بأقدام الفريقين، الكرة لا تتوقف حتى السقوط على أرضية الميدان، لم نعد نشاهده. الطواقم الطبية أصبحت في إجازة، الكل متحمس، الكل مندفع إلى المرمى. هذه الهجمة تعد دليلا، لا داعي لأكثر من 4 تمريرات أو 5 وتكون الكرة من المرمى، ينقصها المهاجم الذي يفهم لغة الشباك، من المولودين داخل منطقة الجزاء. حالة تسلل على فارس حماء الأبيض الطليعة، الزائر اليوم إلى دمشق قبل استقبال فريق الوثبة الذي ينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم بفارق نقطة عن تشرين، أصفر وأحمر اللاذقية الذي يعزف أجمل الألحان هذا الموسم، يتسيد سوريا بترتيب الدوري. إذن تشرين خلفه الوثبة الذي سيقابل الطليعة في المباراة القادمة، ستكون صعبة جدا على فرسان البني. اليوم ياسر البني يضع الثقل التكتيكي، يزج بالتبديلات قبل الكابتن محمد عقيل. محمد عقيل لم يحرك ساكنا على مستوى تبديلات وتغييرات التشكيلة، ما بدأ به يستمر به. 11 لاعبا فرسان الرهان لا يزالون على ما هم عليه، التعويل على اللياقة، التعويل على بذل المجهود ووضع القلب ووضع الجسد في هذه المباراة التي هي مفصل الموسم برأي جمهور قلعة حلب. الأهلي الأحمر الحلبي السيد دائما في حلب الاتحاد. كرة في منتصف الميدان، مع تغير النتيجة، نتيجة مباراة الوحدة والمخرم الحمصي، 1-0 للبرتقالة الدمشقية. سيواجه الوحدة إن اكتملت على هذا المنوال، الفائز من الفتوة والجهاد يتقدم فيها الفتوة المستضيف حسابيا 1-0. كرة داخل منطقة الجزاء ممتازة جدا، تبحث عن اللمسة الأخيرة، ولكن فاول على المهاجم الطلعوي رأس الحربة، ارتكبه على جهاد الباعور. جهاد البعور يتركها لحامل عرين اليوم خالد إبراهيم، قلت في ظل إصابة فادي مرعي الحارس الأساسي على مستوى مسابقة الدوري. تعود لجهاد البعور من جديد، يلعبها إبراهيم الزين. إذن إبراهيم السواس من هنالك على اليسار، عليش أحمد الأحمد يعود للسواس من جديد. الكرة تزال بأقدام الاتحاد، محمد عنز يلعبها من هنالك قبل أن تطول، يتحصل عليها إبراهيم الزين، 4 يبحث عنها من جديد، سقوط لزميله، تفتك تعود من هنالك، زميل على اليمين، ارفع عينك، لاحظ يمينك، يلعب الكرة صحيحة سليمة ممتازة بهدوء بتروي تصل، ولكن قلت لكم اللمسة قبل الأخيرة، عقدة الطليعة التي لا تزال مستمرة.
كرة في منتصف الميدان بحيازة إبراهيم الزين، يلعب زكريا حنان ولا أروع، ليش أحمد الأحمد على الجهة اليمنى يغير المراكز، ليش يلعب الكرة عرضية لا تجد من يتابعها، ما من أحد هناك ينتظر الكرة ليزرعها داخل شباك خالد حاج عثمان. تحافظ شباك الأهلاوي السابق على عذريتها حتى هذه اللحظة من المباراة مع انتصاف الشوط الثاني والدقيقة 23 من زمنه. قلت غير ملا أن هذه المباراة ستذهب بنا مباشرة إلى ضربات الجزاء الترجيحية إذا استمرت على هذا المنوال، لا إكسترا تايم هذا الموسم إلا في الفاينل. ولا أروع هنالك على اليسار داخل منطقة الجزاء، رائعة جدا، والخروج الموفق لخالد حاج عثمان من جديد، يتحصل على خطأ ويبقى طريح المعشب، يأخذ وقته خالد حاج عثمان. يتوقف اللعب، لازلنا في انتظار التبديل والتغيير التكتيكي الأول للكابتن محمد عقيل. يفكر، يحك الحاجب، يحسب الخيارات، يعد للعشرة بهدوء. إذن محمد عقيل قائد السفينة الأهلاوية، مع إصابة هنا لخالد حاج عثمان أحد أبطال هذه المباراة بعد إنقاذه بينالتي سامر سالم حصولا وتنفيذا. تتوقف إذن المباراة مع إصابة حاج عثمان. كنا في الدور الاثنين وثلاثين شهدنا فوز الجهاد على العاصي بسداسية نظيفة، الجزيرة خسر من مصفات بانياس بنصف نتيجة، الحرية فاز برباعية على حطين صاحب ثلاثة أهداف في مرمى العرباوي الأخطر، مورك فاز على جبلة 1-0، الشيحة خسر من الساحل 1-0، كان الحرية بركلات الحظ الترجيحية فاز على حطين 4-3 بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي. قلنا لا وجود لإكسترا تايم قبل الموعد الختامي الذي تحتضنه هذه المدينة دمشق العاصمة الفيحة. توقف للمباراة، يستغله محمد عقيل، يكتفي بالتوجيهات اللفظية، لا يدخل لا يخرج لا يبدل لا يعدل لا يغير، يكتفي بالتوجيهات اللفظية للاعبين فوق أرضية الميدان كلما سنحت الفرصة وتوقف اللعب. إذن تبديل لفريق الطليعة، نشاهد فريق الطليعة قد يجري التغيير هنا على مستوى التشكيلة في ظل غياب تبديلات الكابتن محمد عقيل إلى حد اللحظة. تبديل سيكون الرابع الذي يجريه أنس البني، ياسر البني مدرب فريق الطليعة كما ذكرنا. المباراة متوقفة إذن عند الدقيقة 28 من زمن شوطها الثاني. إذن ماهر برازي إلى خارج أرضية الميدان بديلا عنه محمد أمين حداد. هذا على مستوى تشكيلة الطليعة التي شهدت 4 تبديلات في مقابل ثبات أحصنة الرهان 11 الحلبية على ما هي عليه. كما بدأت المباراة يستمر التعويل عليها. إذن لا تزال المباراة متوقفة، فرصة معها لالتقاط الأنفاس بعد الضغط النفسي والانطلاق النارية لهذا الشوط ببينالتي سامر السالم. أمامية طويلة، هدأ كما قلت إيقاع المباراة. كرة طلعوية من هنالك على اليمين، توغل عرضية بدون عنوان طويلة ولكن يستلمها، يجد الطريق إليها مع مهارة فردية، يقف على كرة يفكر فيها، يلعب والارتماء في غاية الروعة، استخلاص اتحادي على مستوى الدفاع، الانطلاق بالارتداد
وصلت الكرة هنالك على اليسار يستلمها عليش. تتهدى بسهولة عند خالد حاج عثمان يأخذ وقته يستلم الكرة بالقفاز. إذا شعيب العلي يلعب الكرة أمامية طويلة لصالح الطليعة، من يكسر صمت المباراة، من يتحدث مع الشباك باللغة التي تفهمها. الكرة أمام نبيع ممتازة جدا، استلام بين اثنين على اليسار وصلت لعليش. عليش أين المهارة، أين اللياقة، أين الفن يجدها عليش؟ ممتازة جدا، عرضية يتصدى لها حاج عثمان. خالد يخرجها إلى ضربة ركنية من على يمينه، يزداد معها الضغط الأهلاوي دون تغييرات إلى حد الآن على مستوى التشكيلة. ربما الكابتن محمد عقيل يفكر في احتمالية ضربات الجزاء الترجيحية وأن يجري التبديلات بناء على خماسي التنفيذ المرسوم في ذهنه، لذلك ربما أقول تغير أو تأخر إشراك لاعبي الدكة الاحتياطيين هذا المساء المستدعون إلى المباراة بإشارة محمد عقيل. ركنية اتحادية من هنالك على اليمين، زكريا حنان يرفعها داخل منطقة الجزاء على القائم الأول، يخرجها المدافع الطلعوي الأول متمركز تماما، رائعة جدا. خالد حاج عثمان أعلى من الجميع من جديد بالبوكس، يخرجها يحصل معها على خطأ وضربة حرة. خالد حاج عثمان على أرضية الميدان مع انقضاء نصف ساعة من وقت الشوط الثاني. سقوط متكرر لهذا الحارس خالد حاج عثمان، قلت لكم حضور ذهني يترجم على مستوى التألق الفعلي والتصدي لركلة جزاء والتصدي لأكثر من كرة خطيرة، نضيف كحضور ذهني سقوط متكرر على أرضية الميدان. ربما هذا مرسوم ومخطط له وموجود في عالم كرة القدم ويتكرر كثيرا، يعمد إليه خالد حاج عثمان. تسترجع في وسط الميدان مع تدخل، يقول الحكم العب، يقول مستمرة، يقول سليمة. ارتماء تفتك الكرة، تصل محمد ريحانية من هنالك على اليمين، يمر من الأول محمد ريحانية يلعبها إلى جهاد البعور، جهاد البعور إلى إبراهيم الزين، من هنالك عبد الناصر حسن، حسن الأشقر، الأشقر أحمد، أمامية بينية ممتازة جدا ممتازة هنالك على اليسار، المهارة الفردية يسقط لوحده، يفقد حصة من لياقته اللاعب على اليسار الاتحادي، تخرج الكرة تستأنف من تماس. إبراهيم سواس على أرضية الميدان انطلق بها على الجهة اليسرى، فقد التوازن منفردا دون فاول، يقول الطاقم الطبي الأهلاوي للاطمئنان على صحة الكابتن إبراهيم السواس. كانت النتيجة الأكبر في الدور المنقضي دور 32 الدور الأول في هذه المسابقة سجلها الزعيم الجيشاوي في مرمى السلمية 10 أهداف كاملة دون مقابل رفاق الواكد. ولا أروع كانت نتيجة الجيش، عريضة جدا، هي الأكبر، هي الأعرض، هي الأميز على مستوى دور 32، زعيم الكرة السورية ب 17 مسابقة دوري. أصفر وأحمر الذي يعدل في شباك الجيش، مع الحديث عن الجيش 1-1 أصبحت في مواجهة تشرين، الفائز منها سيلتقي الفائز من الحرية وشرطة، 4-2 للأخير إلى حد اللحظة. تستأنف الكرة تعود لدورا من هنالك بقدم خالد حاج عثمان، أمامية طويلة باتجاه منتصف الملعب الأهلاوي. على اليسار بينية مقطوعة للطليعة. هذا التكتل، هذا التقوقع، اللاعب الكل في الكل، عدم مجازفة من جانب الطليعة، إلى متى سيستمر الطليعة؟ هل يسير المباراة باتجاه ركلات الحظ الترجيحية؟
هذا ما يبدو تقريبا واضحا من طريقة لعب الطليعة على مستوى الشوطين، الكل بالكل دفاع المنطقة، الكل يهاجم الكرات الأمامية الطويلة، الاتحاد هجمات مدروسة أكثر، مرورنا كان ولا أروع لو مرت مع سامر السالم لو حالفه الحظ، ولكن حضور على مستوى البيرو الطليعة تركيز أنا موجود، يقول ابن حماه صاحب زي الأبيض. سقوط على أرضية ميدان في منتصف الملعب، تلعب من فاول للطليعة عند الدقيقة 34 من زمن هذا الشوط الثاني، الدقيقة 80 إذن من زمن المباراة، دخلت المباراة، لقاء أمامنا، دخل المنعطف القاتل، من يسجل الآن سيفوز، لا مستحيل في كرة القدم، ولكن بنسبة كبرى جدا أعظمية من سيسجل الآن سيفوز. اللعبة تلعب معنويا، كرة القدم تلعب بالرؤوس والأذهان قبل الأرجل يا سادة. سقوط من هنالك على جهة اليمين للطليعة، حالة الفاول من الجانبين وحالات خروج الكرة الجانبية هو أكثر ما نشاهده في هذه المباراة، أكثر حتى من الفرص الخطيرة على المرميين. أبرز حدث في المباراة عند الدقيقة 56، إضاعة رأس الحرب الأهلاوي سامر السالم لركلة جزاء من أمام خالد حاج عثمان، أنقذها، كانت أرضية على يساره متفطن بكل روعة، أخرجها من قلب المرمى من كرش الحوت، رفضها وقال لا خالد حاج عثمان. أمامية طلعوية، أخي في الدفاع الأهلاوي، سوء تفاهم، تخرج برأسية، التحامات ثنائية، الكرة بحيازة إبراهيم الزين، تلعب أمامية، مستوى التركيز لدى الفريقين انخفض بعض الشيء، ربما في ظل تراجع اللياقة، ربما في ظل انشغال الفكر، انشغال الذهن بركلات الحظ الترجيحية. الورقة الأخيرة يرمي بها الكابتن البني مدرب الطليعة، تبديله الخامس، سيزج إذن بلعب عبد الله فخوري، بانتظار من سيخرج من أرضية الميدان من فرس رهان الحموية. إذن الفخوري عبد الله يدخل أرضية الميدان بديلا عن رقم 10 عبد القادر عدي. مع التبديل الأول للاتحاد يستعد أنس بوطة الوحداوي السابق رأس الحربة. أنس بوطة هذا التبديل نجزم لكم يدخل ضمن خماسي تنفيذ البنالتي الإقصائية، ضربات الحظ. أجل قرأنا تبديلات الكابتن محمد عقيل، يؤجل في التغيير والتبديل والتعديل لدراسة خماسي التنفيذ وقراءة المباراة، هل تنوي الذهاب إلى ركلة الحظ الترجيحية ولا تبتسم لأحد باللعب المباشر فوق أرضية الميدان؟ لا أفضلية تسجل، في الحقيقة تعادل يبدو أقرب إلى العدالة، ولكن الأهلي كان قريبا أكيد أكثر إلى الهدف الأول الذي ربما معه كان تغير الكثير من حديث هذا الشوط. يلف ويدور بينية في غاية الروعة، ولكن حضور دفاعي حموي طلعوي ينقذ الموقف. الأهلاوي قبل دخول أنس بوطة إلى أرضية الميدان يستعد للدخول بانتظار من سيخرج من التشكيلة الاتحادية. تستأنف المباراة من هناك من ضربة ركنية على جهة اليمين، خروج إبراهيم سواس ودخول أنس بوطة وخروج كذلك محمد عنز ودخول أيمن صلى الرقم 88، كان أساسيا في مباراة الكرامة في الجولة الماضية من الدوري. أيمن صلى كان قائد الفريق صاحب الرقم 88، لمس الكرة كثيرا، احتفظ بما تبقى من اللياقة لهذه الدقائق الحاسمة. الآن ترفع داخل منطقة الجزاء، قد يسجل الهدف الأول، خلفية ولا أروع، ولكن تنقصها القوة، ينقصها شيء من التركيز، ينقصها أن تكون على العضلة المناسبة من القدم، لعانقت المقص الأيسر من مرماك يا حاج عثمان يا خالد. مع تبقي 7 دقائق على نهاية مباراة اليوم قضيها قائدها
إذن الحكم الدولي حكم الساحة وديع الحسن يقودها بكل حنكة لا غبار على قراراته. لم يثر جدلا حين ضربة الجزاء كانت واضحة لا نقاش فيها، يقودها وكأنه يقودها بخبرة السنين وكأنه شاخ في الملاعب السورية الشيخ وديع. تلعب من هنالك على اليمين برأسية المدافع الطلعوي تخرج إلى ضربة ركنية قد يدفع الطليعة ثمن هذه الضربات الثابتة من هذه الزاوية وتلك التي لا يبالي مدافعوه بإبعادها، أبعدوها إلى أرضية الميدان قد تندمون الآن، قد يحلق أنس بوطة ويضعها في مرماكم. هدف أول لن يكون له رد، الكرة تلعب بالأذهان قبل الأقدام، معنويات متلقي الهدف الأول ستضعه خارج البطولة أجزم لكم بذلك رغم أن هذا ليس في موقعي وحساباتي. تلعب الكرة من هنالك لا تجد طريقها إلى الرأسية الأهلاوية، إبعاد برأسية المدافع، التحام بالكتف، سقوط على أرضية الميدان، ضربة حرة مباشرة، فري كيك من مكان ممتاز قد ينفذها زكريا حنان أو عليش أحمد الأحمد. أحمد الأشقر تحصل عليها بعد استلامه للكرة الثانية الخارجة من ركلة الزاوية واندفاعه بطريقة سليمة والتحصل على الخطأ بفن ومهارة. لم يكن أمام الليبرو الطلعاوي إلا عقلة أحمد الأشقر صاحب الفن إلى رقم 14، ارتكاز ثابت لا يتغير لا يتبدل في تكتيكات العقيل محمد. أيمن صلى على تنفيذ هذه الركلة الحرة المباشرة عند الدقيقة 85 من زمن هذه المباراة. الله لو دخلت، الله لو سجلت، أي سيناريو هذا، أي سيناريو لو سجلت يا صلال. يتقدم الصلال يسدد ولكن تائها ضائعة لا تجد الطريق السليم، لا تسلك الدرب الصحيح، لا تهدد حتى مرمى طليع الحموي يقف بشكل صحيح حتى الآن في أرضية الميدان. يدافع كتلة واحدة، يهاجم كتلة واحدة، موجود ذهنيا موجود بدنيا، لا يعاني على صعيد اللياقة، قد يتحصل بدوره على ركلة ثابتة ينهي بها أحلام الأهلي بالاستمرار في هذه المسابقة هذه السنة. كان سينطلق بها ولكن شد عضلي وسقوط على أرضية الميدان. سامر السالم استنفذ لياقيا، سامر السالم ربما شد عضلي يسقط وحيدا دون تدخل، يدخل على إسرها الطاقم الطبي الأهلاوي للوقوف على الحالة والسلامة للكابتن سامر السالم. لم يخرج سامر السالم، يستمر عليه رغم دخول لاعب في نفس مركزه أنس بوطة رقم 70 الوحداوي السابق. تتوقف المباراة من جديد، هذا يزيد الوقت بدل الضائع. انظر الساعة لا تضيع الوقت يا قاضي المباراة الحكم الدولي وديع الحسن. ينبغي أن يوقف الساعة كلما توقفت المباراة ليحسب الوقت بدل الضائع. الثواني أصبحت من ذهب، الثواني أصبحت لا تعوض، الثواني أصبحت طعمها بطولة. من يقصى اليوم أمله في الدوري ضعيف، نتحدث عن صاحبي المركز الخامس والتاسع الاتحاد والطليعة على التوالي. إذن مباريات بالتوازي انتهت، النوعير تأهل على حساب مستضيفه الساحل والوحدة تغلب في مواجهة المخرم. إذن عرفنا فارسين من الفرسان الثمانية من الدور النهائي الدور الثالث من هذه البطولة وهما النوعير والوحدة. حماء الثاني يتأهل إلى الدور القادم بانتظار الجناح الثاني لحماء فريق طليعة. يلعب الأمامية خطيرة الآن داخل منطقة الجزاء، مرور قد يكون ولكن يتحصل على فاول المدافع الأهلاوي بصفرة الحسن وديع. يتجهز المهاجم عبد الله نجار للدخول إلى أرضية الميدان، يدفع بالمهاجمين إذن بعد أنس بوطة الكابتن محمد عقيل يزج بعبد الله نجار من سيغادر أرضية الميدان مع تبقي دقيقتين فقط
على ختام مشوار هذه المباراة بوقتها الأصلي لوجود للوقت الإضافي. إذن يخرج من أرضية الميدان المهاجم سامر السالم صاحب لقطة المباراة الأبرز بإضاعته لركلة جزاء التي تحصل عليها بفن مهارة لياقة ورشاقة لا نظير لها. دخول بديلا عنه عبد الله نجار في نفس المركز الرقم 11. دقيقة واحدة، دقيقة ونصف، تفصلنا عن دقات القلوب، عن ضربات الجزاء الترجيحية. استعدوا جيدا، الآن القلوب ستخفق وستدق في كل الأحوال مع المهارة هنالك على اليسار. نكمل بعد نهاية هذه الهجمة، قد تنتهي في شباك ممتازة جدا البينية داخل منطقة الجزاء، يستلمها على اليمين، سقوط، يقول الحكم العب، تلعب العرضية ولا أروع، ولكن لا تجد من يتابعها، تعود من جديد، من يستلم، من يسدد، لا أحد يلبي نداء الجمهور الحلبي. وتقول المباراة ستشهد دق في القلوب بأعلى درجة الآن، إن لم يكن بهدف قاتل فبضربات الحظ الترجيحية. وما أدراكم هي عندما تتكلم المستديرة هذه اللغة، لا مكان لأصحاب القلوب الضعيفة. دقيقة واحدة تفصلنا عن هذا الموعد، سيكون تاريخيا إن احتكم الفريقان لضربات الحظ الترجيحية. التعادل يراه الكثير من متابعي هذه المباراة من الفنيين والمختصين أنه عادل على موعد. نحن مع التوجه إلى ضربات الحظ الترجيحية التي سيشارك أكيد بتنفيذها صاحب الخبرة والسنين الطويلة طه دياب، الذي يتحضر لدخول إلى أرضية الميدان. لا تفسير لمثل هكذا تبديل، إلا أن دياب سيسدد إحدى الضربات الخمسة باتجاه شباك خالد حاج عثمان. إشارة إلى ثلاثة دقائق وقت بدل ضائع، وقت مبدد ضاع من هذا الشوط الثاني. جلها أتت بفعل خالد حاج عثمان، ممتازة جدا هنا، قد تنهي الأمور، قد تنهي الأمور. بينية داخل منطقة الجزاء، ضاعت ضاعت، تاهت، هربت، لم يكتب لها النجاح. محاولة أهلوية جديدة، أنس بوطة لم يوفق فيها، ضاعت مع البوطة رقم 70 البديل، أحد الخيارات التكتيكية. نلعب في الوقت بدل الضائع في الوقت المبدد من زمن هذا الشوط الثاني. قلت تأهل الوحدة على حساب المخرم، وتأهل النواعير على حساب الساحل. محمد ريحانية على أرضية الميدان مع دخول الطاقم الطبي الأهلاوي. الكل يتحضر ذهنيا وبدنيا، المدربان يضعان خماسي التنفيذ بالعيون الآن، بالرؤوس، بالأفكار، بالعقول التكتيكية. لا فكر إلا باتجاه من سينفذ الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة، وإن لزم الخامسة فقد تحسم قبل ذلك. الشباك رفضت الاهتزاز باللعب المباشر، كرة القدم لا تعترف بالسلبية. السير بوبي روبسون الإنجليزي الكبير قال إن غاب كل شيء عن كرة القدم قد نتقبل إلا أن يغيب الملح وهو الأهداف. طه دياب دخل إلى أرضية الميدان إذن بديلا عن محمد ريحانية، الجناح الطائر الأيمن الاتحادي صاحب الأعوام 18. نلعب في الوقت بدل ضائع الذي احتسبه وديع الحسن الدولي السوري، قدره بدقائق ثلاثة. الكرة عند رمية تماس أهلوية بالرأس، مع الردهات الأخيرة، مع اللمسات الأخيرة، مع الصور الأخيرة والمشاهد الأخيرة. يا متابعينا، مشاهدينا، متابعي صدى اف ام، ترقبوا تسديدة لو كتبت، لو مرت، لو عدت، كانت باتجاه المقص الأيمن، كانت في غاية الروعة. حضور في الوقت المناسب، تايمينج خرافي للمدافع الطلعوي، ممنوع المرور، ليس هذا وقت الصدمة يقول المدافع. إذن المباراة تنصف تعادل المستوى بتعادل على صعيد النتيجة، بانتظار الصافرة من حكم المباراة. يعين الساعة مباراة الجيش الزعيم الجيشاوي فارس الكرة الدمشقية مع حطين، إذن عفوا مع تشرين قطب اللاذقية الآخر، تذهب إلى ركلة الحظ الترجيحية. وهنا نحن أيضا بانتظار الموعد نفسه، إن لم تأتي اللدغة، إن لم تأتي سياسة النحلة أمامية لوب من
طه دياب رأسية من هنالك باتجاه اليسار، تبقى أهلوية من المهم الحفاظ على الكرة في هذا الوقت، إن لم تسجل فعلى الأقل لا ينبغي أن يسجل عليك فاول طلعاوي وسقوط على أرضية الميدان. معه تنقضي الدقائق الثلاثة، أصبحنا فعليا بانتظار صافرة وديع حسن الدولي السوري التي ستضع حدا لطور من أطوار هذه المباراة وتنقلها إلى طور ما أدراكم ما هو طور الجنون. ستخرج المباراة عن السيطرة، ستكون بين أقدام خماسي التنفيذ من هنا وهناك وبقفازات الحارسين الخالدين إبراهيم وحاج عثمان. مباراة متوقفة لا تزال، قد يضيف هذا التوقف قسطا آخر على الوقت بدل الضائع رغم أنه انتهى قبل سقوط المدافع الأبيض على أرضية الميدان. هنا هذه القمة في استاد الجلاء تذهب قلنا إلى ركلات الجزاء بنسبة 99%، لعل هذه الضربة الأخيرة قد يطلق معها وديع الحسن صافرة نهاية هذه المباراة ودخولها في الدوامة التي لا يمكن معها توقع من سيكون عريس الليلة. بالفعل انتهت هكذا، كانت هكذا لعبت، انتهت بوقتها الأصلي لوجود لإكسترا تايم. ترقبوا، كونوا معنا، اربطوا الأحزمة، وجهوا النصيحة لأصحاب القلوب الضعيفة، نعتذر منكم، توقفوا عن متابعة البث. الآن الدور لعشاق المستديرة المعتدون على الصدمات القلبية، ليس إلا مع البنالتي سنعود، كونوا معنا.
من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا متابعي اذاعه صدى اف ام وصفحتها الرسميه على موقع فيسبوك. وصلت المباراه الى المنعرج الاخضر، الى ضربات الحظ الترجيحيه، الى اللقطات التي لا رحمه فيها ولا هواد، لا مكان سوى لاهتزاز الشباك من هنا او من هناك ودعا للتعادل. الان ستحسم بالطريقه الدراميه الاكثر اثاره، انها ضربات الحظ الترجيحيه ستلعب على المرمى على يسار الشاشة وفق قرعة أجريت بين يدي حكم المباراة وديع الحسن الدولي السوري. إذن بانتظار لمن سيكون التنفيذ الأول، طلعوي أم اتحادي؟ الكل يعلم أن اختيار خماسي التنفيذ من أصعب المسؤوليات التي يطلع بها أي مدرب في عالم كرة القدم، ويركز دائما في اختياره على الأرقام 1-4-5. هذه الركلات تحدد مسار ومصير ركلات الحظ الترجيحية، هي المنعرجات الأهم. خالد حاج عثمان إلى المرمى والتنفيذ الأول اتحادي مع الرقم 4 إبراهيم الزين. إذن على المرمى الأيسر خالد حاج عثمان، أبعد وأقصى بنالتي بالدقيقة 56 بأقدام سامر السالم. ماذا هو فاعل من أمام إبراهيم الزين؟ إبراهيم الزين يتقدم إلى الكرة، هل سيضعها؟ كم هي مهمة معنويا الضربة الأولى، كم هي مهمة معنويا التصويبة الأولى؟ أين ستضعها يا إبراهيم؟ عين المرمى بما فيه الكفاية. حاج عثمان يأخذ وقته، يتمركز بين الخشبات، يحاول تسيد المرمى، ولكن إبراهيم الزين سيجد في المرمى ولو شبر يدخل منه الكرة، هكذا يأمل ويتمنى الجمهور الاتحادي. إبراهيم الزين على تنفيذ الترجيحية الأولى، كم هي مهمة هذه يا إبراهيم؟ ضع هذا في عقلك، سدد بعقلك، لا بقدمك اليمنى ولا اليسرى، هذا الأهم، هذا المشهد الأبرز. إبراهيم الزين من أمام خالد حاج عثمان لمن سيكون الرهان. بصفرة وديع حسن إبراهيم الزين، رقم 4 الاتحادية الأولى، إبراهيم في المرمى يضعها إبراهيم الزين، وسجدة شكر لله يدرك أهميتها. إبراهيم الزين كأنه يسمعني، يعرف كم هي مهمة، كم هي حساسة، كم هي مفصلية، كم هي مصيرية. كل حلب تنادي، دقات القلب في حلب مليون مليون مليون، وكذلك طبعا في حما. أيها المسدد الطلعاوي يتقدم للرد على إبراهيم الزين، محمد زينو الرقم 9 رأس الحربة، انتظرها من ركلات ثابتة أثناء المباراة لم تأتي، أقنعها من فري كيكس لم تقتنع، الكرة عاندت زين أثناء المباراة. خالد آخر في المرمى، إبراهيم صاحب زي الأسود، لو أبعدها أفضلية معنوية لا غبار عليها للأهلي، دونكم عن أفضلية النتيجة يا سادة. محمد زينو بخبرة السنين والأعوام والأيام، يتقدم الزينو 9 في المرمى في نفس الزاوية، ضعها محمد ولا أروع، على يمين الحارسين خالد إبراهيم وخالد عثمان، توقع سليم من جانبيهما، ولكن لغة الأقدام إلى حد الآن هي الأقوى. الأهلوية الثانية، أنس بوطة البديل رقم 70 الوحدوي السابق، قلت لكم لما أقحمه الكابتن عقيل أنه سيسدد، دخل في وقت حساس بحسابات خماسي التنفيذ، ينبري للثانية أنس بوطة بعد المدافع إبراهيم الزين، كلام المهاجمين في وجه خالد حاج عثمان، هل يضع الثانية يمنة أم يسرى، أرضية أم عالية، داخل المرمى أم خارج المرمى، بأيدي خالد حاج عثمان أم ماذا؟ أسئلة كلها جوابها بعد ثواني. بوطة في المرمى، بوطة في الزاوية اليمنى، أفضلية للزاوية اليمنى، الكل يختار الزاوية اليمنى كأنها كلمة السر، كأنها المفتاح. يسجل أنس بوطة، يضع الثانية بانتظار الرد الطلعاوي، من سينفذ الثانية للطليعة؟ هكذا هكذا هي ضربات الجزاء، لو وقت الالتقاط الأنفاس لا مجال أبدا للشهيق ولا الزفير، المجال فقط للتسجيل يا عبد الله يا فخوري. إذن الجيش يحسمها في وجه تشرين، هنالك استضاف تشرين وفاز بذات الطريقة أمامنا بركلات الترجيح، الزعيم في دور الثمانية
الزعيم في دور الثمانية، دمشق تنتدب الوحدة والجيش إلى حد اللحظة، والمجد كذلك فاز على الكرامة 1-0 في الدقيقة الأخيرة. إذن ثلاثة دمشقيين، ماذا هنا عن الحوار الحلبي الحموي؟ عبد الله فخوري في الرد على مسبوطة، الركلة الثانية الطلعوية، الكل يصيب المرمى، واحدة اثنتين بواحدة، مزع الثانية فخوري، اتقدم فخوري، كاد يصلها خالد ابراهيم ولكن هيهات، وضعها عبد الله فخوري ولا اروع في الزاوية اليسرى، هي الأولى من أصل أربعة، يدق الزاوية اليسرى بمحاذاة القائم الأيسر سنتيمترات، نظرة صقر يا عبد الله يا فخوري. الثالثة الأهلوية بأقدم من؟ يتقدم الحنان زكريا، وجماهير حلب تنتظر ماذا سيكون بيمنى زكريا حنان الذي يلعب على اليمين خلف محمد ريحانية لتويلف زكريا، ماذا عن تركيزه وحضوره الذهني؟ العقل قبل كل شيء يا زكريا. يبتعد كثيرا عن الكرة زكريا حنان إلى خارج منطقة الجزاء إلى القوس، يتمركز الحنان رقم 12 زكريا في المرمى، ولا أروع ولا أروع، لا يزال خيار الجهة اليمنى سائدا بأقدام الاتحاديين، جول جول جول، هذه لغة الاتحاد إلى حد الآن، 3-3 يا أهلي، قلت لكم قد لا نحتاج الضربة الخامسة، أليس كذلك أيها الطلعاوي المتقدم بقلق؟ شعيب العلي قد يرد وقد لن، قد لا يكون بوسعه ذلك، حان وقت التألق يا خالد يا إبراهيم، الأصوات في حلب ترتفع تردد ورائي هذه الجملة. شعيب العلي المدافع رقم 5، شعيب العلي 3-3 للأهلي، ماذا عندك يا شعيب العلي؟ أصوات من هنا وأصوات من هناك، توجيهات من هنا توجيهات من هناك، الدعوات الابتهالات، الكل يلعب أمله الأخير مسابقة كأس الجمهورية، من سيكون بطل الجمهورية هذه السنة بعد صعود 3 دمشقيين إلى دور الثمانية؟ شعيب العلي من أمام خالد إبراهيم، لمن ستكون الكلمة؟ شعيب يتقدم يبعد خالد، ولا أروع يا خالد، الله يا خالد، يا سلام عليك يا خالد، الله الله يا خالد، الكل في حلب يقول خالد ثم خالد ثم خالد، إبراهيم إبراهيم إبراهيم، عسى أن تكرهوا شيئا وإذا به تأهل، أصيب فادي مرعي، الخير في خالد إبراهيم، أبعد الثالثة، والخبرة الآن والصنعة من طه دياب الحية السبعة. 3-2 للأهلي، بعد 3 من هنا و3 من هناك، أحد الخالدين أبعد كرة وهو إبراهيم الأهلاوي البديل خير خلف لأحسن سلف، طه دياب قد يؤكد الأسبقية، طه ولا أروع ولا أروع في الجهة اليمنى يا طه دياب يا سبعة، طه لا يخطئ يا سادة، طه شرفنا على مستوى آسيا، طه وضعها في مرمى نواف الخالد من 10 سنوات، لن تستعصي يا زميلة وحينها يا خالد يا حاج عثمان. 4-2، 4-2 عبد الهادي حنبزلي، الرابعة لتقليص الفارق، لا غنى عنها، ماذا لو لم يسجل حنبزلي؟ سيتأهل الأهلي يا سادة، يا خالد إبراهيم اسمع يا خالد، التأهل يا خالد، ضاعت على خالد، سجل حنبزلي والأروع جول، إذن 4-3 بعد 4 من هنا و4 من هناك، دعوات من هنا ودعوات من هناك، الأخيرة عبد الناصر حسن محور الدفاع رقم 17، لو سجلت هذه وضاعت الأخيرة على الطليعة سيفوز الاتحاد، الطليعة مطالب بأن يسجل الضربة الأخيرة، إذن لو سجلت هذه ستكون المباراة، سيسدد إذن الطليعة عبد الناصر حسن، عبد الناصر يتقدم، عبد الناصر يتصدى خالد حاج عثمان، أنا أوان التألق يا خالد، ضاعت يا عبد الناصر يا حسن، ضاعت يا رقم 17،
ضيعتها أبو حسن. إذن 4-3. لا تزال الخامسة للطليعة، لو ضاعت إذن سيفوز الاتحاد. أمين حداد، يا أمين يا حداد، لو ضاعت سيفوز الاتحاد يا أمين. إذن أمين حداد، أمين يتقدم، أمين ضاعت، ضاعت، تتمدد، إذن تتمدد ضربة بضربة، كرة بكرة، 1-1. مطالبات بأن تكون المباراة منتهية، انتهت، انتهت، أم ماذا؟ انتهت، انتهت، انتهت. إذن تأهل حلب الأهلي إلى دور الثمانية من كأس الجمهورية لكرة القدم. يا سادة، فاز الاتحاد بضربات الجزاء على طريقة الجيش الدمشقي هنا تحت أنظار المهندس مفيد مزيك رئيس نادي الاتحاد الحلبي. انتهت المباراة واختتمت أطوارها، انتهت استضافة دمشق لهذه القمة التي رفضت البوح بأسرارها لآخر لحظة بضربات الجزاء يحسمها الأهلي. إذن بعد تألق خالد إبراهيم بكرة أولى وضياع الثانية على يمين المرمى، فاز الاتحاد، الاتحاد في دور الثمانية. هكذا كانت، هكذا لعبت، هكذا دونت، هذه حروفها، هذه كلماتها بالصوت والصورة نقلناها، ندور دائما حيث تدور المستديرة. كونوا معنا في المواعيد الكروية القادمة متابعينا، أصدقائي متابعي إذاعة صدى اف ام، يتجدد لقاؤنا بكم مع المشهد القادم على مستوى الدوري أو الكأس في مباريات حلب الأهلي. صدى اف ام دائما معكم بالصوت والصورة. في الختام لكم مني أطيب المنى وخالص التحية، محدثكم عبد العظيم زهير، طاب مساؤكم. يا سادة، الكلمة النهائية هي الكبرى وهي الفصل، الاتحاد تأهل ولا تزيد عليها شيئا فهي كافية. مبروك يا شباب.